النهاردة هنتكلم على حلقة جديدة من برنامجكو خفايا وأبراج. النهاردة هنتكلم عن الربع الأخير من السنة، إيه أخباره مع الأبراج كلها؟ في ناس كتير قلقانة، يا ترى إيه الأخبار؟ إيه اللي إحنا ما شفناش جديد لحد دلوقت؟ فعلا معظم الأبراج لسه لحد دلوقتي ما شافتش أي جديد، بالعكس كل شهر تقول لسه هنشوف الجديد، يا ترى إن شاء الله الشهر الجاي، لا اللي بعده. الربع الأخير من السنة بيلخص الأبراج كلها. فنبدأ ببرج برج. هنبدأ ببرج الحمل، ايه اخباره في الربع الاخير من السنة؟ برج الحمل متوتر، حاسس بنفسه ان هو ومتسرع وعايز الحاجة دلوقت. طب انا هعمل ايه؟ طب في ايه؟ عنده مشاكل عائلية كاتم في نفسه، حاسس نفسه ان هو خلاص زي البركان، عايز ان هو يعمل اي حاجة وصابر وساكت. مش من عادتك يا برج الحمل اللي انت تسكت او اللي انت تصبر، بالعكس كل مرة كنت متسرع بتاخد القرار سريعا، المرة دي انت مش عايز تتسرع في القرار، وده مش وحش بالعكس ده كويس جدا، لكن انت اللي بقيت بتتعب، انت نفسيا منهار، انت مش عارف ايه اللي هيحصل. انا بقول لك المفروض ان انت كنت مستني حاجات لسه متأخرت انها في المجيء ليها او اللي هي لسه ما جاتش خالص الفترة دي. فانا بقول لك لا اصبر لحد ممكن الشهر الجاي او اللي بعد. المهم الربع الاخير ده هو اللي فيه الحاجه اللي انت مستنيها او الحاجه اللي انت عايزها، مش هقول مثلا بكره لا بعده لا، الربع الاخير ده كله ان هو الثلاث شهور دول انت مستني حاجه المفروض خلالها تيجي، الشهر الجاي، الشهر اللي بعده، الشهر اللي بعده. المهم اصبر، ما تحاولش ان انت تعمل اي حاجه تبوظ الدنيا، خليك صابر. اصل انت مشكلتك يا حمل اللي انت بتيجي على اخر حاجه، اخر حاجه وتقوم قالب الحاجه خلاص تكب عليها شويه تراب، يعني مع خلصت الاكل خلاص وظبطت الدنيا وصابر، والناس كلها تقول لك الله يعينك، تقوم عامل اي حاجه صغيره مبوظ الدنيا. فبقول لك اصبر على اللي انت فيه، وصدقني سواء مشاكل عائليه او مشاكل في الشغل او نفسيا كل ده بسبب الحاجه اللي انت فيها دي، فتصبر شويه وان شاء الله الصبر ده هتبقى تنوله، هتبقى في حاجه كويسه. يعني زي ما اتفقنا ان الربع الاخير ده على معظم الابراج او كل الابراج هيبدا ان هو ايه يظبط. من السنه دي في ناس كتير تقول لك السنه دي صعبه، او بالعكس السنه دي بينت الحلو والوحش، بينت اللي انت ممكن تاخده معاك وانت داخل السنه الجديده اللي جايه دي، ولا في اصدقاء كانوا اصدقاء جدا وسبحان الله في حاجات بينت للشخص اللي قدامه، ايه ده؟ ده معقول كان صاحبي؟ ده ما كنتش اكتشف ان هو كده. فسنه اسمها سنه الاكتشافات، سنه اللي انت بتكتشف الناس اللي حواليك، بتكتشف ازاي انا كنت مغمض عينيا ومش شايفك، ازاي ده انت طلعت فيك وفيك. حتى الاحباء بقوا ان هم يتفرقوا، مش وحش بالعكس، انت بتشوف الصح، بتحس ان قدامك ده كان بيضحك عليك، تحس ان قدامك ده ما كانش ينفع. معانا امل؟ الو؟ ايوه السلام عليكم. ازيك يا امل؟ الله يسلمك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله تمام. قولي لي. ايوه معاكي. ايوه يا دكتوره. قولي يا حبيبتي معاكي. الله يسلمك. الحمد لله. سامعاكي. قولي تاريخ ميلادك. انا عايزه تاريخ ميلادي. ايوه. 5/11. ايوه. 67. 67. وجوزي. 5/11/67. وجوزك كام؟ ايوه معاكي. وجوزي 15/11/66. 15/11 برضو؟ 15/11/66. 66 تمام. جوزي. عايز تسأل على ايه؟ 66 تمام. وبنتي تقع؟ وبنتي؟ سامعاكي قولي. وعايزه اشوف اصل احنا انا وجوزي مش متوافقين على طول مع بعض يعني. ايوه تمام. وبنتي تقع؟ 3/2/1999. 99. 3/2. 1999. 99 تمام. عايز اسالها ايه على ايه لتقى؟ عايز اشوف ايه برجها، ايه اخبار. تمام. ومحمد ابني. ايوه. محمد ابني 16/8. أيوة. البرج بتاعها 16/8. سنه كام؟ 16/8/2000. تمام. 2000 تمام. وعايزه ايه تاني؟ بالنسبه لي انا وجوزي مفيش وفاق. بالنسبه انا وجوزي، ما هو انت يا امل 5/11 واحنا متفقين ان العقرب بيتقسم ثلاث اقسام، انت من العقرب الطيب اللي هو من 1/11 ل 10/11. جوزك مع العشريه الثالثه اللي هو العقرب الديل اللي هو ما بيسيبش حقه ولاسع اللسان،
اللي هو 15 11 اللي هو العقرب الاساسي. انت بقى العقرب اللي بيأذي نفسك ما بتعرفش تأذي حد. هو بقى ما بيسيبش حقه حتى لو على مدار سنين يقعد يقول لك فاكره شايفه انت كنت بتعملي كذا وحصل كذا، فهو بيفوتش الهفوه ودي مشكله. فانت شخصيتك غير شخصيته خالص. فطبعا مش بعد السنين دي كلها نيجي نغير في شخصيته، هو العقرب الحقيقي. يعني من الاخر مش هتعرفي تغيري خالص. يبقى احنا لازم نعمل ايه؟ نتغاضى الحاجات اللي مش حلوه فيه ونحاول نكبر دماغنا. مش هنعرف نغيره خالص، انا بقولها لك خالص. الخلاف اللي مع بعضنا على طول. يبقى انت تلاقيه بيجادل ما ترديش عليه. انت لما ترد عليه بتريحيه اصلا، بيحاول واحده قبال واحده واحده، وفي الاخر خلاص انت اللي خسرانه وانت اللي بتقعدي تكلف نفسك كده وتلاقي نفسك خلاص قفلت. طب ليه؟ طب ليه تتعبي نفسك وتعيي وتترامي ومش محدش هينفعك؟ طب ليه بقى انا اعمل في نفسي كده بقى؟ طب ما تحاولي تفوقي وتركزي في عيالك ما شاء الله عليهم، وتحاولي تشوفي مشاكلهم، وتحاولي اللي انت تبقي الاب والام. هو خليه يقعد يجادل في نفسه، ما ملاقيش، بقولك ايه، لما يلاقيش حاجه ان هو يقعد يحرق في دم اللي قدامه ويقعد يلاقي اللي قدامه مفيش حد يحرق دمه، ويقعد يحرق في دم نفسه، هتلاقيه في الاخر خالص في الاخر هياكل نفسه، مش هيعرف ان هو يتعامل معاكي. انت اكبر من كده، انت طيبه حنينه بتخافي دايما على اللي قدامك، عندك عادات وتقاليد. هو عكسك، هو شخصيته كده. ما نقدرش ان احنا نقول له انت وحش او حلو بعد كمان السنين دي كلها، وهو اصلا عمره ما هيتغير سواء في الاول او في الاخر. فانت يا بنت الحلال حاولي اللي انت تتراضي باللي انت فيه، وحاولي انت تعيشي مع الشخصيه دي، والله يكون في عونك بصراحه. لكن ان انت تحاولي تجادليه او تحاولي ان انت تغيري فيه وتستفزيه، هو اللي هيستفزك، مستحيل انت عارفه تستفزيه ابدا. ماشي. طب بالنسبه لاولادي بقى، عندك تقى 3299، تقى برج الدلو. برج الدلو دايما تحسي ان هو رومانسي، بيحب الحياه بس نكدي، هي نكديه كبيره. دايما تحسي ان في جدال بينك وبينها، برغم ان ساعاتك صعب عليها كتير، بس في جدال بينك وبينها. شخصيتها حنينه، بس مشكلتها الفتره فاتت كانت متضايقه ومخنوقه، كان في حد مش مريحها، وحاولت ان هي تحاول بتطلع من اللي هي فيه لحد النهارده. فما تقلقيش عليها، المفروض ان الدلو زي ما احنا بنتكلم في الربع الاخير من السنه هيبدا يشم نفسه، ان الدلو شاف كتير الفتره اللي فاتت دي كلها. بالعكس كل يوم يقول ايه اليوم اللي جاي احلى، واليوم اللي جاي احلى، لغايه ما هو بدا ان هو عنده اكتئاب نفسي بينه وبين نفسه. فاللي جاي بقى ان شاء الله احسن، وخليكي في تقى ما شاء الله شخصيتها حلوه وراسيه وعارفه هي بتعمل ايه، وكل ما هتكبر هتلاقي شخصيتها بتتغير للاحسن. اما محمد اللي هو 16/8/2، شخصيه عصبيه وعنيده جدا. سمعني امل؟ ايوه. عصبي وعنيد بس في شيء لله زي ما بيقولوا. أيوة. بيحس بالحاجه اللي قدامه. بس مشكلته أيوة. متسرع. أيوة. متسرع. عايز الحاجه دلوقتي اهو، بس شخصيته تختلف عن شخصيه بابا خالص. هو طلع شخصيه حلوه، حاولي تنميها. هو عصبي بس على حق بصراحه. هو ساعات بيتعصب وبيتخنق، بس بيطلع ينزل، بتعرفي تتعاملي معاه. فان شاء الله ان شاء الله. إيه لو هو في كام دلوقتي، ولا بيشتغل ولا ايه؟ يا امل. ماشي. ايوه هو بيشتغل او حاجه. ايوه ربنا ان شاء الله يعينه. شغال. ايه؟ شغال في محل ان شاء الله مكافح. ايوه هو شغال في محل عليه. وما تقلقيش. ايوه الود... هو شغال. هو ايوه شغال. ايوه سامعاكي. الواد والبنت ما تقلقيش عليهم، وكبري دماغك. انت عندك واد وبنت زي القمر وزي العسل، حاولي تكوني معاهم وخلاص. دي بقى الحصاد اللي انت عملتيه انت وهو، تحافظي على الحصاد بتاعك، مالكيش دعوه بيه خالص، عشان ما تحاوليش ايه تخسري الدنيا كلها. لا خليكي مع العيال، انت صدقيني هتكسبي حلو قوي. وبعدين العيال بيعرفوا يتفاهموا معاكي انت مش مع باباهم خالص. هقول لحضرتك. ماشي. قولي لي. ماشي يا دكتوره. كان معانا فلوس وراحت. راحت في ايه بقى؟ انا كان معانا فلوس وراحت، كان معانا فلوس، وكان عندنا ارض، الارض راحت والفلوس راحت، كل حاجه راحت. من غير سبب كده راحت؟ وكل حاجه. من غير سبب راحت؟ ضاعت.
وكان عندنا ارض وعربيه، كل ده راح، ما عادش في حاجه، كل حاجه راح. بسبب ايه؟ منه هو يعني؟ منه هو، من جوزي. خلاص، يبقى هو اللي جابه، هو اللي خده. ايه؟ ما بيشرنيش في حاجه، كل شرطه هو لامه. بيشور امه واخته بس. بيشور، هو كان بيشور امه واخته بس. ما هو دماغه كده، بيشور امه واخته في كل حاجه، انما انا لا، انا لغيني من حياته. خلاص، ما دام كده لا او كده لا، هو يا ذولك الله جاب الله خد، الله عليه العوض. خلاص، كل اللي نعمله سواء كده كده انت مش مستنفعه بالحاجه اللي كان جايبها. خلاص، يبقى انت كده خلاص، خليكي كده عايشه مع اولادك، وزي ما بيقولوا كده انت كده كده ما كنتش مستنفعه بحاجه. هو حر بقى، هو جابه وما جابش حاجه، راحت الحاجه، اجت الحاجه، انت ما خلاص، خليكي اهم حاجه في عيالك الحاجه اللي يعني هي ربنا يخليهم لك يا رب، وتشوفهم احسن الناس. وشكرا يا امل، واطمنين عليكي دايما. هنكمل الابراج الفتره زي ما اتفقنا، الفتره دي بتاعت الربع الاخير من السنه، واحوالها ومزاجياتها وايه جنسها. هنقول اتكلمنا عن الحمل، هنخش على برج الطور. برج الطور العنيد المتعصب اللي حاسس ان الدنيا اتقلبت عليه فجاه، بقالها سنه ومش عارف ايه اللي بيحصل له. ده من السنه اللي فاتت 2018 في نفس التوقيت ده، في شهر 9 اللي فات بدات حياته تتغير وتتقلب. اللي يشوفه يقول له مالك، كل يشوفه يقول له مالك، ايه اللي حصل لك، ايه اللي غيرك؟ ما كانش كده، كان بيمسك الجنيه بيبقى 100. معانا مروه. يا مروه، الو، ازيك يا مروه؟ ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ حضرتك طيبه. عامله ايه؟ طيبه يا حبيبتي. بقول لحضرتك انا عايزه اشوف اللي هو التاريخ اللي هو 27/8/86. كام؟ 27/8/86. 86. عايز اشوف الدنيا يعني هتظبط كده ولا هتفضل ماشيه كده بظهرها يعني. طب يا مروه، انت كنت مرتبطه او حاجه؟ كنت مخطوبه. بس فتح خطوبه السنه دي ولا امتى؟ من زمان. لا، من زمان. من زمان. تمام. وبعدها في حاجه جديده او ارتباط جديد او حاجه؟ لا، هي الموضوع ما بتكملش اصلا يعني. طيب شوف يا مروه، انت اصلا لو كان حتى في ارتباط كان حصل فشكله اصلا، ارقامك بتقول حتى السنه دي لو كان حصل ارتباط. ارتباطك ما كانش هيبقى حلو خالص الفتره دي، لان انت حتى لو كان في حد قريب منك، سواء صاحبه سواء حد قريب منك او حاجه، كان هيحصل مشاكل. تمام. انت كنفسيتك، انت حاسه نفسك اليوم ده شبه اليوم ده، اليوم ده شبه اليوم ده، مفيش فيه جديد، وانت ما بتحبيش الحاجه الروتينيه، بتخنقك. انت بتشتغلي ولا لا؟ لا. ولا بتفكري تشتغلي صح؟ لا والله بفكر، بس الدنيا برضه مش بتظبط معايا. طب يا ريت يعني، يا ريت لو في شغل، لان انت لازم شخصيتك عايز تشتغلي، يعني ما ينفعش انت تقعدي في البيت اصلا. يعني بتقعدي في البيت تلاقي نفسك اللي انت فيه ملل كتير، ملل، انت حاسه بملل. ده حقيقي فعلا. فبيبقى مش حلو. فالمفروض ان الربع الاخير في مبشرات بتقول ان لازم يكون في ارتباط باذن الله السنه دي، يعني الربع الاخير والربع، انا كنت قايله ان العذراء بالذات الربع الاخير من السنه. ولو انت بقى ان شاء الله لسه الربع معاكي، يعني احنا لسه ما بداناش، احنا في 9 لسه لغايه اخر السنه، المفروض ان خلال الفتره دي يبقى في ارتباط. تمام. وارتباط في فترة وجيزة الفترة دي إن شاء الله. إن شاء الله. فعشان كده سألتك، كان في السنة دي لو كان في السنة دي ارتباط وما حصلش نصيب، كان هيبقى في رجوع للارتباط ده. لو ما كانش ارتباط يبقى في حاجة جديد في جديد، يبقى خليكي في الجديد في جديد إن شاء الله. إن شاء الله. وإن شاء الله خير بإذن الله. طب في تاريخ تاني 10/7/85، هو عنده مشكلة في الشغل بتاعه. ده أخوكي؟ فالدنيا. لا، هو قريبي. 10/7/85 عنده مشكلة، برج السرطان. برج السرطان فضل ان عنده تنقلات من مرحلة من شغل لشغل، يا ترى ده الشغل اللي كان يتنقل منه ولا الشغل اللي لسه ما اتنقلش منه؟ هو ما ينفعش يتنقل في شغله، يعني هو شغله بيشتغل مهنة معينة. تمام، وهي مهنة كويسة يعني، بس هو عنده مشاكل الدنيا مش مظبطة معاه فيها يعني. لا، هو المفروض كده. المفروض كانت المشاكل في 7 و8. اللي فاتوا. اللي فاتوا المفروض انها فيها حل، بس يصبر شويه لغايه ما نعدي من يوم 20/9، يعني بالظبط في حدود مثلا اسبوع تبدا الدنيا تتظبط معاه. ده هو مش هينفع ينقل من شغله، يبقى لسه اسبوع عشان هي تبدا تتظبط معاه. بس اللي مطلوب منه يكون صامت، احنا دايما نقول المشاكل للناس اللي هم حاسين ان فيهم مشاكل يبقوا صامتين، الحاجه هتعدي.
يعني يسكت يلتزم الصمت يعني. يصمد خالص، الدنيا تلاقيها عدت ما يتكلمش خالص. بس السرطان مفيش قلق، مفيش قلق لبوس السرطان. ايه بالنسبه له في ارتباط السنه دي ولا لا؟ شغل ارتباط ارتباط والله هو يستحسن ان ميبقاش في ارتباط السنه دي، دي برج السرطان. لو عايز ارتباط يبقى في اخر السنه خالص، لكن انا في الفتره دي مش عايزاه يبقى في ارتباط. هو خليه بس في موضوع الشغل، وان شاء الله ربنا هيقف معاه في الشغل ده ويظبط باذن الله، بس يكون صامت ان شاء الله. بس هو لو حب ارتباط بقى يبقى خليه على اخر السنه. تمام باذن الله. وطمنينا. ماشي يا مروه، مع السلامه. هنتكلم في بقيه برج الثور. برج الثور زي ما قلنا بقاله فتره طويله قوي قوي هو مش عارف هو عايز ايه، ولا في ايه، ولا ايه اللي بيحصل له. هو متغير. انا متغير. ايه فيك ايه؟ هو كده بقى يحب اللي كانش بيحبه، بدا ان هو يبعد عن اللي بيحبه، بدا ان هو حتى كان في حب، لو هو عنده كان حب قديم ولا حاجه، بدا ان هو كان بعيد عنه رجع هو قرب تاني للحب القديم، بدا الحب القديم هو ينفر منه، بدات في مشاكل ومبقاش فاهم، هو مبقاش فيها، مفكر نفسه ان هو الحب ده لما يروح ويجي ان هو معاه هيفضل معاه. لا، كل حاجه بتتغير، انت بتتغير، وهو برضو الحب القديم اكيد هيتغير. فما تزعلش على الحاجه اللي بتروح مش جايه، ان احتمال كبير الحاجه اللي انت بتدور عليها ما تلاقيهاش. فانا بقول عشان انت ما يحصلكش صدمه، لان الاشاره ده فيه رجوع لبرج الثور لحب قديم، او قديم لبرج الثور. فحتى لو هو رجع لك اكيد ان انت مش هتبقى، هيبقى في مشاكل. فخليك برضو زي ما بيقولوا ايه يعني، ابعد حبه زي ما بيقولوا، زيت محبه، حاول انت تبعد بقى زي ما انت بعدت خالص، تحاول تبعد وتشوف ايه جديدك او اللي انت عايز تعمل ايه. معانا منى. الو القاهره. ايوه يا منى. تاريخ ميلادي 11/7/87 ومطلقه. 87؟ 87. تمام. عايز تسال على ايه يا منى؟ الارتباط، كل ما حد يجي لي الموضوع يبوظ قبل ما يخش البيت. بيمشي قبل ما يخش البيت؟ بيبوظ. من امتى؟ ده على طول لغايه الاسبوع اللي فات برضو كان في موضوع. انت ما ارتبطتيش قبل كده خالص؟ لا، اول مره. قبل ما يخش البيت. ومعايا ولد 18/4/2009. ده ابنك؟ ده ابني. يعني انت كنت انت كنت مطلقه. تمام. كام هو؟ كام؟ 18/4؟ 18/4/2009. 2009. ده ابني بس. تمام. واخويا 17/1/89 اسمه محمد. اخوك عامل ايه؟ احواله مش كويسه على طول. هو بيشتغل؟ بيشتغل. ومراته 12/5/93 اسمها ايه. طب لسه بتكلم على برج الطور ده، في التقلبات حتى في العاطفه كمان. هو عامل ايه في العاطفه؟ لا، اخويا الجدي 17/1. ايوه، هو عامل ايه في العاطفه مع مراته؟ لا هو كويس وغلبان. كويس دلوقتي؟ هو طيب بامانه. طب هو عامل ايه في الشغل؟ يعني شويه كده وشويه كده. طيب هو يحاول يصبر، لان الجدي مش حلو خالص السنه دي خالص، فيصبر لغايه اخر السنه. يعني الجدي السنه دي مش حلو خالص. طب هو عنده مشكله هتتحل ولا هتفضل؟ مشكله زي يعني قضيه اتعملت. قضيه في شهر كام؟ في الشهر ده. بس هو مظلوم فيها. والله احنا نقول يا رب ان شاء الله خير. ما تعرفيش ممكن يحصل ايه، بس نقول يا رب، ودايما نقول حسبي الله ونعم الوكيل، كتير يقولها كتير على قد ما يقدر، وان شاء الله ربنا يوقف معاه باذن الله. دايما يعني دعوه المظلوم مستجابه. فانا اللي انا اقدر اقوله ان هو يدعي كتير كتير كتير، وربنا معاه ان شاء الله، ربنا يوقف معاه باذن الله. لكن انت بقى 11/7/87 برجك بيقول انت معاكي دلوقتي 2 سرطان، برج السرطان. المفروض ان انت شخصيتك بالعكس، انت شخصيتك حنينه جدا وبتخافي على اللي حواليكي، شخصيتك متقلبه لكن طيبه من جواكي، بتيجي على نفسك كتير واتظلمت كتير. لكن انا اللي انا عايزاه، انت دلوقتي البيت اللي انت قاعده فيه ده البيت بتاعك بتاع والدتك. حاولي بقى انت مثلا طول ما انت قاعده كده، تحاولي انت يعني يكون ما عندكيش تشاؤم. مشكلتك انت متشائمه، يعني انت مشكلتك يا منى ان انت متشائمه. ما عندكيش ثقه، يعني مش عايزه اقول لك ثقه في نفسك، لا انت ما عندكيش ثقه، لا انا حاسه لا عندك ثقه، يبقى عندك ثقه ان جاي ده جاي ان شاء الله. لكن هي ده نصيب، يعني هم يروحوا ويجوا ويروحوا، ده نصيب. نصيبك لسه ما جاش لحد دلوقتي.
بس انا اقدر اقوله لك اصبري شويه، لان برج السرطان سواء حتى في ارتباط، مفيش ارتباط المفروض السنه دي، اخر السنه عشان السرطان يرتبط، اللي لسه ما ارتبطوش عشان الناس تفهم صح، يبقى تستني لاخر السنه. استوعبني يعني اخر السنه باذن الله، يعني كمان شهرين او شهر ونص، ما تستعجلش على الارتباط. بالنسبه لابنك 18/4/2009، خلي بالك ان هو طيب بس متسرع وزنان، بس هو غلبان، يعني هو تحسيه غلبان وطيب، بس مشكلته متسرع، عايز الحاجه دلوقتي حالا، شخصيته هي كده، هي شخصيته كده، بس متسرع عايز دلوقتي، مش عارف ايه يا ماما يا ماما، بس طيب وحنين بالعكس، ما يعرفش يمشي خطوه لما يعني تلاقيه وراكي معاكي. ايوه ربنا يخليه لك يا رب، ونشوفيه احسن الناس يا رب، وطمني عليك يا منى ان شاء الله خير. شكرا يا منى. وزي ما قلنا يا برج الطور، حاول يا برج الطور على قد ما تقدر تحافظ على الحاجه بتاعتك، حاول انت تحتويها، لان انت اتغيرت وغيرت الناس كتير حواليك. في اخبار حلوه ما جاتلكش من السنه اللي فاتت، ان شاء الله باذن الله هتبدا، ان هي مفروض من الشهر ده احنا فيه مستنيينها لبرج الطور، ان شاء الله تبقى خير وحاجه كويسه باذن الله الفتره اللي جايه. معانا ايه من القاهره. ازي حضرتك يا دكتوره؟ ازيك يا ايه، اخبارك؟ عامله ايه؟ كويس الحمد لله يا حبيبتي، كويسه. بقول لحضرتك انا برجي 23/7. 23/7، انت عيد ميلادك زي عيد ميلادي. عايز اعرف يعني تفاصيل شهر 9 كلها كده. طب قولي لي سنة كام؟ نعم؟ سنة كام؟ سنة ميلادك كام؟ 2001. 2001؟ اه. 2001 يعني 18 سنة، صح؟ اه. تمام، عايز تعرفي ايه بقى؟ عايز اعرف كل حاجة والله، يعني الأحوال الحمد لله. بس انت صغيره يا ايه، يعني انت احوال، انت لسه صغيره. عايزه اعرف بقى في التعليم، في الدراسه. تمام، انت في سنه كام دلوقتي؟ انا دلوقتي في اولى جامعه. في اولى جامعه، على فكره انت عندك الحاسه السادسه يا ايه. انت بتحسي بالحاجه، ويبقى عندك يقين ان الحاجه دي ممكن، الله اعلم بقى، يعني تحسيها، بتجيلك كده احساس غريب بالحاجه دي. ايوه فعلا. خلي بالك ان انت عندك حاجه زي ايه، يعني انت انت بتفهمي الناس قوي، بتعرفي تحلي مشاكل الناس قوي، لكن بينك وبين نفسك ما بتعرفيش تتكلمي مع نفسك. ايوه خالص. ابراجك على فكره وارقامك حلوه جدا، انت معاكي حاجه اسمها اسد، ومعاكي حاجه اسمها برج الطور، يعني معاكي اسد طور في سنه الميلاد بتاعتك، بتقولي انها طور، برج الطور كتومه جدا. وممكن اقول لحضرتك برج تاني؟ طبعا. هو برج خطيبي يعني 26/10. 26/10؟ ده برج خطيبك؟ سنة كام؟ 1995. 95؟ تمام. طيب سؤال بقى، خطيبك عامل معاك ايه؟ هو احنا بصراحه يعني منفصلين، يعني حاسه ان انا مشاكل وكده، يعني تفاصلتوا الخطوبه ولا مخطوبين ومتخاصمين؟ لا لا، فصلنا الخطوبه بس يعني هو في كلام وكده، مش عارفه يعني من اول جواز ولا لا. طب سؤال تاني، انت بتحبيه وعايزاه ولا خلاص الموضوع انتهى؟ والله يا دكتوره انا دلوقتي يعني متجهه لتعليم وكده، ومش عارفه. انت مش عارفه انت عايزاه ولا لا؟ لا مش عارفه ان انا اكمل ولا لا. انا ما اعرفش عن برج الاسد كده خالص، انت بتبقي عارفه انت عايزاه او لا. انت ساعات بتحسي ان انت عايزاه وساعات تحسي لا. ايوه يا ترى اكتر حاساه ان انت عايزاه اكتر ولا لا؟ بس عشان نتكلم عشان نعرف نحلها، ايه ايه عشان في مفاجاه يعني هقولها. زي ما حضرتك قلتي، ساعات ساعات لا، ساعات بفكر في المستقبل شويه، وساعات كده كده يعني. طيب انا لو قلت لك ان الشخص ده لو انت اخدتيه انت مش هتكوني سعيده، الشخص ده اصلا برج العقرب وانت برج الاسد. احيانا على قد ما انت بتحسي ان هو فاهمك، على احيانا بتحسي انت مش فاهماه خالص.
على قد ما انت بتوصلي له على قد ما انت بتحسي ان انت مش واصله خالص. هو طيب انا ما انكرش، بس كشخصيته وصفاته ما تمشيش مع شخصيتك وصفاتك. انت حاجه وهو حاجه تانية خالص. ايوه. فيا ريت تبصي للجديد، لان يعني انت عندك جديد جاي، لان القديم راجع. توقعات اللي هي واحتمال القديم راجع. ايه؟ احتمال القديم يرجع. احتمال، فعشان كده بقول لك احتمال القديم يرجع. بتقولي ايه بقى؟ بقول لك حضرتك ممكن تقولي لي على التوقعات بتاعت شهر 9 يعني. تمام. ما انا بقول اهو. ان انا بحب حضرتك جدا شهر 9 المفروض يعني. الفترة ده اللي هو التوقعات ان في قديم راجع وفي جديد هيظهر، فانت اللي هتختاري بين القديم والجديد. يعني انت اللي هتختاري بين القديم والجديد. في حاجات ان شاء الله حلوه قبل ما السنه تخلص ليكي، سواء في دراستك، سواء في حياتك، سواء في الحب والارتباط. فعشان كده بقول لك ما تستعجليش. انا سمعت حاجات حلوه جدا عن دراستي يعني. ايه؟ تفوقت في دراستي يعني الحمد لله. لا ان شاء الله في حاجات كويسه ليكي، فعشان كده اوعي ترجعي للقديم. ده رايي الشخصي، ده حاجه ترجع لك لان ده مستقبلك. بس انا بديكي رايي، رايي ده سواء بالاه او لا ده حاجه ترجع لك. ايوه. لان القديم كده كده راجع، يعني القديم فيه رجوع للقديم. بس انت اللي هتختاري بقى الرجوع ولا لا. بس انا بقول لك ما تستعجليش. لا لا والله انا لو لان يعني انت تفكيرك بيعجبني في حاجه، لان انت شخصيتك بتقول ان انت دماغك كبيره، عندك عادات وتقاليد، ما انتيش زي مثلا اللي بيعيشوا سنك. لا ده انت عايشه السن الاكبر من سنك. فيا ريت تبقي انت كده يعني عقلك زي ما انا شايفاه في حساباتك. فصدقيني انت حاجه حلوه، عشان كده ربنا انجزك وما يخليكيش ان انت ترتبطي بعقرب. على فكره العقرب مش حكايه وحش، لا العقرب ينفع مع حاجات تانية، يعني كل حاجه ولها حاجه، زي الفك والتركيب كده، ما ينفعش دي تتركب على ده ودي تتركب على ده. ايوه. واطمني عليكي يا ايه. ماشي. بس شكرا. استناكي. ماشي يا حبيبتي. على السلامه. هنخش على برج الجوزاء. برج الجوزاء، البرج طبعا عارفين اللي هو المتناقض المتردد اللي بشخصيتين، شخصية لذيذة وشخصية مستفزة اتنين. شخصية تحس ان هو بياخد ويدي وميحسكش ان هو موجود في البيت، واحيانا تحس بزنه وعدم راحته ان انت خلاص هتطفش من البيت. ده برج الجوزاء. الجوزائيين دايما بتحسهم ان هم ما تستغناش عنهم، حتى لو كده هبقتوس ازاي ده، هم راحوا فين؟ فسبحان الله ما حدش يقدر يستغنى عن برج الجوزاء برغم ان هو برج مشاكس جدا. برج الجوزاء السنه دي كان شويه خلافات، شويه مشاكل لغايه الفتره اللي فاتت من شهر 5 لشهر 8 اللي فات. بدا ان هو مش عارف حتى في شغله للناس اللي بتشتغل ان هو عنده كركبه، والكركبه طلعت مره واحده وفجاه يخلص من حاجه يلاقي حاجه، يخلص من حاجه يلاقي حاجه، يخلص من حاجه يلاقي حاجه. الارتباط مش مرتاح، بدا ان هو يقول، بدا ما هموش، بدا ان هو يكبر دماغه الناس اللي هم انفصلوا عن الارتباط. اما الناس المتجوزين او متزوجين بدا ان هم يحاولوا ان هم يصلحوا الفتره دي شويه، والناس اللي عايزين ينفصلوا بدا ان هم ياخدوا القرار بالانفصال، بس مش هينفصلوا دلوقتي خالص. انا بقول له الربع الاخير من السنه هيبدا بقى تهدى بقى شويه يا جوزاء، عشان انت تعبت ناس حواليك كتير، وبدات الناس ان هي بدات تاخد كل كلامك بضحك عشان تكبر دماغك. انا عارف ان انت مضغوط، لكن ان شاء الله بص لقدام، ان في حاجات هتشتغل بيها الفتره اللي جايه، سواء عيال، سواء دراسه، سواء نفسك، سواء مع اصحابك، سواء ده هتشتغل في حاجه هتشغلك وهتخليك تهدى بقى وتبقى هادي. فبقول لك ان شاء الله اللي جاي هيبقى ايه احسن ليك، او ان هو هيبدا ان هو يشغلك للاحسن. ما ينفعش انت تقعد فاضي ابدا، لان يعني انت لما تقعد فاضي بتشغل دماغك، ودماغك لما بتشتغل الدنيا بتبدا انها تطلع وتنزل، تطلع وتنزل، ما حدش عارف انت عايز ايه بالظبط. انت ذات نفسك ما انتش عارف انت عايز ايه، يبقى احنا نعرف انت عايز ايه؟ صعب جدا. فتبدا الامور ان شاء الله تبقى بخير وتبقى الاحسن كتير. نخش على البرج اللي بعده، هو برج السرطان. برج السرطان من اول السنه وهو عمال يلصم في نفسه ويثبت نفسه، يقول لنفسه معلش. كلمة معلش زهق منها من كتر ما عمال يقول لنفسه معلش. بكرة هتقول وتحلو، بكرة هيبقى أحسن،
يا ترى طب اعمل ايه؟ لا 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 ان شاء الله انا حاسس ان بكره افضل، سواء راجل او ست، وخصوصا الست اكتر، الست اكتر كمان من الراجل. الست بدات ان هي تقول لنفسها انا هعمل وهعمل وهعمل وهعمل، لان ست الجوزاء ست السرطان دايما تحس انها كمان بتعرف ازاي تظبط نفسها اكتر من الراجل. الراجل بيبقى ماشي بحاجه واتنين، هعمل كذا وهعمل كذا، ست لا، ست بتبقى شايله تحسها ان الراجل والست عارفه بتعمل ايه وتظبط ايه وهتجري ايه ايه ايه. ضغوطاتها كانت كتير قوي الفتره اللي فاتت، وخصوصا شهر 7 برضه و8، وعندها في اول السنه شهر 2 وشهر 3، بدات ضغوطات كتير عليها، والمجال العائلي ومجال الحب والعاطفه، بدات انها خلاص خلاص بدات تقول لنفسها خلاص انا همشي خلاص، بترجع تاني انها حنينه وقلبها حنين وقلبها كبير، فبدات انها تلين تاني. فبقول لها يا برج السرطان، او بقول له يا برج السرطان، في كانت تنقلات عندك، الله اعلم، تنقلات بالخير في الشغل، هي كده كده بالخير في شغلك، تنقلات للاحسن او تكبير حاجه للاحسن او طلوع حاجه للاحسن، ممكن في عندك حاجه بدات فيها تمسكها للاحسن. المفروض ان الشهر ده والشهر الجاي في طلوع او انجازات انت هتعملها، هتحس بتعبك الفتره اللي فاتت ما راحش هدر، سواء في الشغل او في العاطفه. فاصبر اصبر ان شاء الله خير. هنخش على البرج غاب، ملك الغابه زي ما بيقولوا، برج اللي بيسيبش حقه، برج الاسد. برج الاسد اللي هو السنه دي قاعد اول مره اشوف بالنظام ده، شويه مكتئب، شويه مجنون، شويه رحاله، شويه مش عارف رايح فين، شويه جاي منين. المهم هو ذات نفسه سايب نفسه للدنيا عماله تشيل وتحط فيه، عامل زي موجه رايحه وموجه جايه، هنا هنا، انت فين انا في حته كذا 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 كذا، لاقي نفسه ملهي فعلا ملهي. بدا ان هو الناس، في ناس تاخدين بالهم منه، بدا ان هو ينفر، بدا ينفر مع الناس كلها، تقول لا الناس كلها مش زي بعضها. معانا امان؟ اي امان، ازيك؟ ازيك يا امان، اخبارك؟ تمام. الو الو، ايوه مع حضرتك. ازيك يا امان، عامله ايه؟ الحمد لله تمام يا دكتور. كويسه الحمد لله تمام. الحمد لله تمام. قولي لي، عايزه حضرتك، انا لا لا يا محمود وطي، ما ينفعش وطي حضرتك، انا تاريخ ميلادي 10/88. وطي يا بابا. تمام. 10/88 وطليقي 1/2/83. 83. وبنتي 11/11/2002. 2002. وابني 14/1/2007. 2007. ابني 14/1/2007. طب قولي لي عايز تسالي على ايه، عشان ما نقولكيش حاجه انت ما تكونش عايز تسالي عليها فضيع لك الوقت. انا وطليقي، ايوه، في كلام وكده وبتاع، بس مش عارفه ارجع له ولا لا. هو غريب. هو ايه؟ طليق يعني. مش عارفه ترجع له ولا لا. ليه؟ غريب يعني. لا انا يعني هو مش عارفه، انا عايزه حضرتك تقولي لي ارجع له ولا لا، لان هو محير جدا. يعني هو مثلا هو ودني، تحس ان هو ودني؟ هو ودني. ومتجوز قبل وكان مطلق. وبعدين كمان هي مريضه فرجعناها عشان خاطر عيالها. فبتحس ان هو مايل ليها، مش عارفه ايه، برغم ان هو بيحبني انا، يعني انا متاكده ان هو بيحبني. ما هو فعلا باين ان هو بيحبك انت، الاسد والدلو مع بعض، ده حقيقه. بيحبني، بس تحس ان هو مايل للتانيه اكتر، عايز خد حاجتي اديها لها، مش عارف ايه، عايز في حاجه انت مش واخده. معلش يا امان، في حاجه انت مش واخده بالك منها. برج الدلو عاطفي. جدا عاطفي جدا. وبعدين انت لسه بتقولي كلمه انها مريضه، يعني هي تعبانه. يعني انا يعني 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 انا مش عايزه اقولها لك ازاي، بس حط نفسك مكانها، حط نفسك مكانها. يعني يعني هو لازم غصب ان عنه يعمل كده. انا زعل منه بقى لو هو معاكي ومش معاها خالص وسايبها كده، كان في عشره، كان في ولاد، كان في. ما انا كمان اللي خليته يعني، او يعني قويت ان هو يجيبها. يعني انا مثلا كنت شايله العيال، فهي حرام ملهاش حد، ويتيمه وعاجزه، فماني فماشي، انا وقفت جنبك وقلت لك هاتها عشان خاطر عيالها وخاطر ملهاش حد. تقوم بقى انت تقول لك ما تروحش ما تروحش، ما يجيش، ما تروحش الامام ما تروحش الامام، يقعد يقول لي دي تعبانه، دي اصل الواد اصل البيت، ويرجع يقول لي انا ما اعرفش استغنى عنك، ما اقدرش اموت لو سبتك. وده حقيقه، وده حقيقه. طب دي حقيقه. طب ازاي؟ ما انا عايزه الفعل اللي قدامي، مش عايزه كلام يا دكتور. ما هو شخصيته كده.
شخصيته كده ان هو عايز يرضي طرف التاني وفي نفس الوقت هو مش عارف يعمل ايه ومش عارف يسيبها وهي كذا عشان هي تروح يقعد جنبها. فانت عليكي العيال وهي مش قادره عليهم، العيال وهي مش قادره عليهم ادي. طب خلاص يبقى انت في حل تاني، انت ممكن تحددي ايام هو يبقى معاكي فيها ويجي لها في ايام وانت في ايام، مش هينفع غير كده. لا انا دلوقتي بقرر ان انا في مشوار قدامي سفر، فهو ينفع ان انا اسافر عشان ابعد عنه؟ انا معايا بنت منه. السفر ده هيبقى بره مصر؟ الامارات. تمام، والسفر ده شغل؟ تمام، اختي هناك وكده وهتاخدني معاها. وطب وابنك؟ بنتي، ما هم عيالي دول هيروحوا لابوهم، ما اصل ده زوج التاني. يعني البنت منه والواد من الاب تاني. والبنت من الاولين. تمام كده فهمتك. فانا عايز افهم عيالي هيرتاحوا معايا ولا هو بيعمل كده ليه، وهو مايل للتانيين اكتر، وبنتي بنته 29/3/2019. 2019 ده صغيرة خالص. لسه خمس، ماشية في السادس شهر. ده هتسيبها له؟ ايه؟ ده هتسيبها له وتسافري؟ لا 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 هاخدها طبعا. لا ما انا لسه متكلمين انا وهو النهارده واتفقنا ان هو ماشي مفيش مشاكل، بس هو مش راضي. لا هاخد بنتي، لا مش عايزك تسيبيني، مش عارف ايه. طب هو انا بصي ده حاجة طبعا تبع ارادتك، لان انت اللي عايشة الواقع. انا عايشاه، ان انا ما انكرش ان هو بيحبني. وده باين انه بيحبك فعلا وطيب جدا على فكره. ده 83 ده طيب جدا. ما هو طيب وحنين وكويس، بس انا مش قادره يا دكتور، مش قادره ان هو يروح للتانيه ويبقى هناك موجود. طب ما انا في حياتك برضو، هو بيجي برضو وبيحاول بقدر الامكان ان هو يطلع من تحت ايدي من اي حاجه. ممكن يجي هنا يقعد طول النهار، بس انا مش ده اللي تعبني. اللي تعبني ان هو متقلب. ما هو انت وقت قدامك حلال وانت اللي هتختاري بينهم، يا بنت الحلال يا ترجعي له وترضي بالوضع اللي هو فيه. لو ما رضيتيش بالوضع يبقى مفيش داعي ترجعي بصراحه. طيب ممكن اسمع حضرتك من التلفزيون عشان انا اتفضلي. بس قولي لي بس انا هيبقى ايه الدنيا معايا وظروفي. حاضر يا امان. ماشي، معلش يا دكتور. عينيا يا امان. حاضر. بصي يا امان، بصراحه وهقولها تاني، انت لو ترضي بالوضع ان جوزك يروح لمراته الاولانيه ويبدا يقعد معاها ويجيلك يوم ولا اتنين في الاسبوع لغايه ما تشد هي حالها وتتفقوا على كلام من ده، ماشي. ما قدرتيش يا بنتي الحال وهيبقى في مشاكل زي ما انا حاساها في صوتك ده، يبقى مفيش داعي. السفر هو السفر كويس، لكن برضه دي حاجه ترجع لك. وشوفي انت عايزه تعملي ايه وابداي اعمليه، يعني دي حاجه برضه ترجع لك. الرجوع ده بالذات ده حاجه ترجع لك انت، ما ينفعش انا اقول لك ترجعي وما ترجعيش، بس انت القرار يا تعملي كده يا تعملي كده. وطمنينا، نطلع فاصل ونكمل. ايمان،